بأي عين إذا تنظر القيادة في موسكو لهذه التسريبات؟ هل هي فضيحة استخباراتية أم خديعة استراتيجية؟ حسنا دعني أولا أقول أنه في الحقيقة الحكومة الأوكرانية قالت أن هذه المعلومات ليست صحيحة، هذه المعلومات مزيفة، وبالنسبة لروسيا فتشك بشكل أو بآخر أنها أيضا ليست صحيحة وأنها مزورة، فإنه شاب صغير قد سرب هذه المعلومات، فقد تكون هذه مجرد لعبة في يد شاب مراهق. ومع ذلك فإن الحقائق تقودنا الآن لنتفهم أن هذه الوثائق بها بعض الحقيقة. وأولا فنحن نجد أنه ليس هناك سرا، هذه المعلومات ليست سرا، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك في الحرب مع أوكرانيا، وأن الكثير من القوات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية موجودة هناك، والحكومات الأوروبية تقدم كل الدعم لأوكرانيا، وبعض المعلومات الخاصة بإسرائيل لا تعتبر ليست جديدة، لأن إسرائيل لا تقدم بعض الأسلحة لأوكرانيا. هذه المعلومات ليست معلومات جديدة، ودعونا نقول أنها ليست مزيفة بواسطة أمريكا. بابيتش، اعذرني على المقاطعة، معلومات ليست بالجديدة تقول، ولكنها تتحدث عن عدد مثلا القتلى والخسائر في الجيش الروسي وصفوفه، أيضا تحدثت عن الخطة الدفاعية للجيش الأوكراني، تحدثت عن تفاصيل عسكرية كثيرة لم تكن معلومة في السابق، ولم يتم التصريح عنها في وقت سابق أيضا. كيف تقول إذن إنها معلومات ليست بالجديدة؟ أنا أعني أنها ليست جديدة، أنا أعني أنها خطط قد أعلنت عنها أوكرانيا من قبل، أن هناك خطط مضادة، ولكن هذه الخطط تتغير مع الوقت، فإذا عرضت لنا بعض الخطط في فبراير وفي مارس فهذه ليست شيء جديد، إنه سيتغير مع حلول إبريل أو بعد. فبالنسبة للمقاتلين في روسيا وفي أوكرانيا يعلمون عدد القتلى، من هنا أقول أنها ليست جديدة.